قدم برنامج صباحكم نور حلقة جديدة أعدها وقدمها الأب جوش رايحة بعنوان يسوع يشبع جوع الإنسان. وقد استضاف البرنامج الدكتور فادي رزق استشاري أسري وتربوي، فيما أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من الأب فرح حجازين راعي كنيسة اللاتين في رميمين، والأخت الراهبة من لبنان مريان وكيم، والفنانة التشكيلية هبة قعوار، والباحث المفكر الدكتور جلال فاخوري، حيث أجمع المتحدثون على أن المسيح هو خبز الحياة المقرون بالمحبة. فإلى هناك. من خلال علم النفس وعلم الاجتماع بنحب نسمع دكتور من حضرتك عن موضوع الجوع المرضي. احنا بنحكي يسوع يشبع، ولكن إنسان أحيانا بحط يسوع على جال وصير هو بده يتشاطر ويقول لك خلي مخططك، أنا كمان إنسان ذكي وقادر أني أعمل مخططي، فبصير في عنده هذا الجوع المرضي على كافة الأصعدة، نهم، الجوع المزمن حتى الإكستريم، بصير أي الإفراط الجامح الحاد في الحب في العلم والمعرفة في الحاجات البيولوجية المحضة من الأكل واللباس والجنس وكل حاجياته، بصير ما بيكتفي بالشيء، بصير بده أكثر، بده أكثر، وهذا بصير في الطمع والجشع وبصير في إيذاء الناس. شو بتحدثنا عن هذا الموضوع دكتور؟ إذا بتلاحظ أبونا إنه من البداية من بدايات من أيام آدم وحواء وامشي، قديش كان الإنسان يفكر حاله زي ما أنت تفضلت هلا إنه ذكي زيادة عن اللزوم، إنه الله أوكي أنت موجود أعطيتني أن أكون موجود ماشي في هالحياة، لكن معليش في بعض الظروف اتركني، بدي أنا أشوف، بدي أنا أجرب، بدي أنا أعرف أكثر. ونسي إنه الله يعني القدير العظيم اللي هو أساسا عارف كل إشي عم بيصير حواليك، وهو اللي عم بيساعدنا حتى نمشي، ما أخذنا استشارته، فصرنا كل واحد بده يميل بحسب اتجاهاته. والخطية ساعدت كتير الإنسان إنه يبعد عن الله ويروح في اتجاهات كتير بعيدة، وهون منبلش مشوار الأمراض اللي عمالها بتصير والاضطرابات والمشاكل اللي عمالها بتصير بسبب الخطية. الخطية بعدت الإنسان عن الله، بعدته عن الفهم اللي موجود في كلمة الله، وتوصلنا مع تطور الزمان والحياة والمجتمع والتكنولوجيا لغاية هذا الجيل اللي احنا هلا ماشيين فيه، بتشوف شغلات كتير. اذا بدنا نحكي عن الجوع النهمي هذا الكتير اللي عماله بيصير من مواقف كتير، والموضوع مش سهل. يعني لما انت حكيتولي عن الموضوع باخد وقت، وانت تفكر انه عن جد تشوف كيف المجتمع، وبدنا نفكر فيها من ناحية عملية، يعني ما بدنا نحكي مصطلحات كبيرة، لكن بدنا نحكيها بطريقة بسيطة. شو اللي عماله بيصير هلا حاليا؟ اللي عمله بصير هلا إذا بدنا نحكي على مستوى الشوبينج الأونلاين، اللي عمله بصير إنه في ناس مش معقول شو اللي عم بصير، إنه بس قاعدة عمالها بتشوف شو في عم بنزل أول بأول وشو اللي هذا، وبسرعة بضلهم يوصلوا يشتروا بيجمعوا بهالعربات التسوق وبضلهم يشتروا. فبتلاحظ إنه في استنزاف للموارد، وهذا بصفي جزء منه إدمان. العقل عنا مسؤول عن هاي النواحي، كتير من النواحي بيحفظها العقل بيخليها تكون هي العادة الدائمة عندك. إذا بدنا نحكي على مستوى مشتريات، يعني هاي أبسط الشغلات اللي هلا عمالنا بنشوفها، تكون حط قائمة ما بتلتزم فيها بس تفوت وتلاقيه على الإنترنت ماسك هذا وبلش بدي هاي، عجبتني البلوزة هاي، عجبني الاكسسوارز هاي، وعجبني التليفون، عجبني كذا، تلاقيه بجمع بهالصندوق وبروح بدفع حقه كلياته، ويمكن نصه إذا مش أكتر مش بحاجته مش عم بيستعمله. وفي ناس عم بتواصل، كنت مع الفترة الماضية مع ناس بقول لك إذا ما مسكت التليفون فتحت الابليكيشن بلشت أشوف شو بدي أشتري ما بعرف أرتاح. شوف لوين هذا، إيش هذا؟ هذا اسمه إفراط في هاي الأمور، في هاي الاتجاه المرضي. هذا ممكن يوصل لمرحلة اضطراب، بدمن على شيء معين، بصير بس فقط بده يشتري هالأشياء. وفي ناس مرة كتبوا على الفيسبوك، كان عم بتابع ناس بيقولوا معقول أنا صار لي أسبوع مش طالب من الموقع الفلاني أشياء على الإنترنت أونلاين، معقول أنا إنجازها إنه يعني معقول خفيت من إدماني أنا، معقول؟ وهون بتبلش المشوار الصعب. إذا بلش الفكر والعقل يلتزم بإشي واحد بدون وعي بيروح للإكستريم. سيد المسيح قد اهتم بالإنسان، بكل الإنسان وبجميع حاجاته الجسدية والعقلية والروحية.
حديثنا إذن أولاً في ثلاث نقاط. النقطة الأولى اللي هي حاجات الجسد أو ما يسمى جوع الجسد إلى الخبز. منذ القدم تنبأ إشعياء النبي أن السيد المسيح عندما يأتي سيجري المعجزات الشفائية. عندما بدأ السيد المسيح حياته العلنية دخل المجمع يوم السبت الناصرة فقرأ ما جاء عنه في إشعياء: روح الرب نازل علي لأنه مسحني ليبشر الفقراء، وأرسلني لأعلن للمأسورين تخلية سبيلهم وللعميان عودة البصر إليهم، وأفرج عن المظلومين وأعلن سنة قبول عند الرب. وعندما أرسل يوحنا المعمدان اثنين من تلاميذه يسألونه: أأنت الآتي أم آخر ننتظر؟ أجابهما يسوع: اذهبا فاخبرا يوحنا بما سمعتما ورأيتما. العميان يبصرون، العرج يمشون مشيا سويا، البرص يبرعون، والصم يسمعون، الموتى يقومون، الفقراء يبشرون، وطوبى لمن لا أكون له حجر عثرة. وكان يسوع في تلك الساعة قد شفى أناسا كثيرين من الأمراض والعلل والأرواح الخبيثة، ووهب البصر لكثير من العميان. ونقرأ في إنجيل لوقا ما يلي: ولما غربت الشمس جعل جميع الذين عندهم مرض على اختلاف العلل يأتونهم به، فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيه. كذلك لم يتردد يسوع لأن يكثر الخبز أكثر من مرة ليطعم الجماهير التي كانت تتبع في البرية لسماع كلمته، فأكلوا حتى شبعوا. فظهر يسوع بذلك أكبر من موسى. أنهي كلمتي عن جوع الجسد بهذه الكلمات الجميلة التي تدعونا إلى عمل الخير، لا إلى الكلام عن عمل الخير فقط، كما يقول قديس يوحنا الحبيب: لا تكن محبتنا بالكلام أو باللسان بل بالعمل والحق. ومن كانت له خيرات الدنيا ورأى بأخيه حاجة فأغلق أحشاءه فكيف تقيم محبة الله فيه؟ ثانيا، حاجات العقل أو جوع العقل إلى المعرفة. لم يأتي السيد المسيح لطعام الإنسان خبزا ماديا، بل لكي يعلمه ويبشره بملكوت الله، لكي يعلمه كيف يجب أن يعيش لكي يرضي الله ويرضي نفسه ويرضي القريب. جاء لكي يعلمه الطريق الصحيح المؤدي إلى السماء. جاء لكي يعلمه الحقيقة وسط الشك الذي يعيشه الإنسان. جاء لكي يمنحه الحياة الحقيقية التي لا تفنى. يقول لنا إنجيل القديس متى: وكان يسوع يسير في الجليل كله يعلم في مجامعهم ويعلن بشارة الملكوت. وقت يلي بتثنية الاشتراع بيرجع الله بيذكر الشعب بالخبرة يلي عاشوها بالصحراء، حتى بيقول لهم انه ما تنسوا بما معنى انه الرب الهك هو يلي اعطاك المن ويلي انت ما كنت بتعرفه. بيرجع بيكفي معهم تيقول لهم: ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل ما يخرج من فم الرب، حسب تثنية الاشتراع بالفصل الثامن. فهون بحس انا انه بهيدا النص وكأنه الله عم يرجع بالشعب المختار يلي وصل لمرحلة وعاش استقلالية ورفاهية وبعد شوي عن الله، وكأنه هو يلي قام بهيدا المجهود، تيذكرهم انه انتم ما تنسوا بالأرض العبودية لو ما كان الله موجود مع هيدا الشعب ما كان قدر يطلع. فقديش الاتكال بحياتنا على الله وانه هو موجود معنا على طول بيقدر شوي يعبي حياتنا ويشبع هيدا الفراغ وهيدا الجوع يلي عنا. لأنه الجوع الجسدي يلي الإنسان بيحمله يلي هو شيء أساسي بالطبيعة البشرية، أنه الواحد بيجوع بياكل بيشبع بيرجع بيجوع، ولكن الجوع الأعمق والأساسي أكثر هو جوع الإنسان لأنه يعيش حياة. جوع الحياة هو جوع للحب وهو جوع أبدية. فكانت وكأنه إذا بدنا نعطي هيدا التشبيه علامة المن مثل خبرة عاش هيدا الإنسان بتعطي معنى أعمق من أنه بس الطعام، هو الجوع العميق اللي موجود بقلب كل إنسان واللي نحن قدرنا عبيناه من خلال يسوع المسيح يلي هو بيقلنا أنا هو خبز الحياة، هو الخبز الحي اللي يعطي الحياة للعالم.
فهو منه بس مجرد غذاء عادي مثل المانيا اللي أكلوا الشعب البرية ورجعوا ماتوا. هيدا الخبز هو ما بيموت يلي بياكل يلي بياكل منه، لأنه جوهر هيدا الخبز هو المحبة مثل ما تفضل قبل شوي أبونا أحجازين وحكي. جوهر هيدا الخبز يلي بيعبيلنا حياتنا هو المحبة. المحبة اللي عطانا إياها ربنا هي محبة كبيرة، لدرجة أنه عم يعطينا ذاته لقلنا، هي محبة مجانية. هيدا المحبة مستعدة على طول لتعطي لكل شخص، كل جائع، كل محتاج، لحتى تجدد قوته أكتر وأكتر. القديس باسكال وهو فيلسوف مشهور يعني، كان في راكب في قطار وكان يقرأ عن الإنجيل، فإجا سأله واحد قال له أنت فيلسوف شو بدك تقرأ عن الدين وما دين؟ قال له بكرة كمان شوي بتشوف، كمان شوي بتشوف. بعد 5 دقائق عمل القطار حادث في أحد خنادق فرنسا، قال له شفت كيف أنه لازم الإنسان يقرأ الإنجيل باستمرار في حالة الصحو، في حالة السوء، وفي حالة الخير. هاي لها معنى كبير جدا، وهي انه اي فلسفة، والسيد المسيح قال انه افضل حكمة الفلاسفة، اي فلسفة تخرج عن المحبة وعن ارادة الله هي ليست حياة. اي بمعنى ثاني ان الحياة مرتبطة بالمسيح نفسه. لذلك وسيلة المحبة هي للاتحاد مع الله وليس للتقريب مع الله، للاتحاد مع الله. أي أن المحبة جمعتنا نحن والمسيح في مكان واحد اسمه واحدة. الملكوت الإلهي. هو الملكوت بالضبط دكتور. يعني دكتور كلام بالعمق، هذا هي الاتحادنا مع الله في بوتقة الملكوت اللي قال بيبدأ من هذا العالم. نعم، لأنه كلمة واحدة، لا حياة أيا كان طائفته، أيا كان مذهبه، أيا كان الإنسان إنسان يعني، أيا كان، بدون الله لا حياة له. وهذا ملخص كل الدين المسيحي. صح. أن السيد المسيح جاء ليتحد معنا، وهو جاء إنا وما تركنا مجال إحنا نروح له. يعني هو إجا إنا ليتحد معنا.